اهلا بحضراتكم من جديد، اروح معاكم للاخبار العالميه. وفي بدايه الاخبار العالميه معانا دوري الام بي اي الامريكي. زي ما قلت لحضراتكم الدوري توقف يومين، ولكن في فرقتين تاهلوا للدور قبل النهائي. كان اولهم فرقه باكس كسبت ماجيك اورلاندو ماجيك. دي لقطات من المباراه. طيب اخر مباراه خلصت 108 118 104، ده الباكس واورلاندو ماجيك. دي لقطات طبعا من المباراه. وطبعا زي ما انتم شايفين الحزن كان بيخيم على المباراه عشان الاحداث اللي حصلت اللي حكيتها حضراتكم في بدايه الحلقه. طبعا كان احسن لاعب في فريق، ايوه اللاعب اللي هو 34 اللاعب اللي حط الدنك ده، يانس حط 28 نقطه و17 ريباوند. وطبعا ده اللي هو الفريق الباكس، ده اول فريق تاهل للدور اللي بعد كده. كسب اورلاندو 4-1، كسب فريق اورلاندو ماجيك 4-1. خليني اقول لحضراتكم ان طب الفرقتين دول اتاهلوا، طب الباقي لسه بيلعبوا لغايه دلوقتي. ليه؟ لان احنا قلنا بيلعبوا بيست اوف 7 مش زي مصر، احنا بنلعب بيست اوف 5. الحقيقه المباراه كانت يعني يمكن لما بتوصل ل 3-1 بتبقى خلاص الفرقه. اورلاندو ماجيك كانت بتلعب المباراه، طبعا دي كرة 3 بونت 1 مور، الهجمه دي بتكون باربعه بونت، يعني اللي بيسجل 3 نقاط بيتضرب بياخد رميه اضافيه بيسجل 4 نقاط. يعني بصوا شايفين يعني انا يعني اللعبه دي رمى الشوطه والضرب خد رميه اضافيه، الرميه دي بيحط 4 بونت في الهجمه. خلينا نروح لصوت الماتش كده وارجع لحضراتكم تاني. تاني الفرق اللي تأهلت في دوري الام بي اي كان لوس انجلوس ليكرز، كسب بليزرز 4-1 في مجمل المباريات. اخر مباراه كانت نتيجتها 131-122. طبعا ليكرز بيضم افضل لاعب في العالم اللي هو ليبرون جيمس، لاعب رقم 23 هتشوفوه دلوقتي في الفيديو، وديفيدز او انتوني ديفيدز اللي هو لاعب الارتكاز رقم 3. الاثنين دول اهم اثنين لعيبه. انتوني ديفيدز طبعا برضو نفس الكلام زي ما انتم شايفين، البدايه دي كانت بدايه حزينه نتيجه طبعا جاكوب بليك المواطن الامريكي اللي لقى مصرعه عند القبض عليه. فطبعا هم اعتبروها يعني هي جريمه عنصريه او حادث عنصري. ده طبعا ليبرون جيمس دبابه او يعني دبابه بشريه، قاطره بشريه. ليبرون جيمس حط 36 بونت وانتوني ديفيدز حط 43 بونت الليكرز، هما الاثنين فرقه واحده. وسي جي ماكلوم حط اللي هو من الفريق الثاني من فريق بليزرز حط 36 نقطه، بس ما كانوش هو ده سي جي ماكلوم بالظبط. يعني عايز اقول لكم ان ديفيدز 43 نقطه، انتوني ديفيدز من ليكرز مع ليبرون جيمس 36 نقطة، احنا داخلين في حاجة و70 نقطة، ده قرب ال 80 بونت. تخيلوا اثنين لعيب، ده ليبرون جيمس وانتوني ديفيدز اللاعب اللي تحت الحلقة. أنا بقول لكم يعني 80 بونت، طب أنت بتلعب إيه وبتعمل إيه؟ طبعًا الموضوع صعب. ده جرين اللي خد الكرة وقطعها وحط دنك، ده اللاعب جرين لاعب لوس أنجلوس. خليني أسمع مع حضراتكم صوت الملعب وأجواءه وأرجع لكم تاني. Here's Davis now, his own is on him, gives it right back, Marquise Morris, no, Davis is there, wrestles the offensive rebound away, and a two-handed jam and a foul, Anthony Davis with the mean mug, Melo came out and brought his one away, that has not been the case, Blazers hanging in there, and a chance to tie it right here, and Simons delivers. Did you see the no-look right there by Nurkic, that was nice. طبعا ويعني برضو زي ما قلت لحضراتكم الحدث اللي حصل ده يعني انعكس على كره السله. يمكن احنا شايفين بدايه كل مباراه زي ما بيكونوا يعني في حزن في اداء اللاعبين، الوقفه اللي بيقفوها نوع من انواع التأييد او دعم او ان هم يقفوا ضد يعني طبعا تمييز ضد البشره السمراء. والحقيقه برضو ليبرون جيمس احد اللاعبين الكبار جدا دلوقتي في الام بي اي، ولاعيب مسموع، يعني لعيب حسه مسموع. ليبرون جيمس كان في مؤتمر صحفي وقال مقاطعة المنافسات فرصة للتفكير في مشكلات التمييز العنصري، وقال ان يعني وقف المباريات ليومين زي ما قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات كان بمثابة فرصة ليتفكر الناس في مشكلات التمييز العنصري. وزي ما قلنا لحضراتكم ان المباريات بتقام في كامب مقفول في اورلاندو بولاية فلوريدا، وقالوا وليبرون جيمس قال ان احنا طبعا بندور على طبعا عايزين نخلص من هذا المعسكر بقالنا شهر محبوسين. خلينا طب نسمع هو قال ايه وارجع لحضراتكم. For sure.
شايفين يعني ده المؤتمر الصحفي عنده قدره في هذه الاحداث ازاي يضحك الناس. انا عايز اقول لكم ان ليبرون جيمس ده وصل لنقطته 7000 في البلاي اوفس، يمكن اللاعب رقم واحد في التاريخ. اللاعب ده اصبح من اكبر اللاعبين، مش دلوقتي، على مدار تاريخ كره السله، يمكن عدى في ارقامه الاسطوره مايكل جوردن.